يلا خلاص طيب بسم خلينا نكلم فرح أول. نكلم فرح نعم راحتنا يلا طيب فرح السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله. الله يمسك بالخير. الشباب معكم معكم ثلاث دقائق. من اللي معي؟ معك حاتم وحسن. مساء الله بالخير يا اخت فرح. مرحبا يا فرح. الله يسلمك. وش حالك؟ تمام الحمد لله حياكم الله. يا هلا يا عسى هلا. عسى هذا اخر طبخه لي ابغفك. وش؟ ابشري بالسعد. ابشري بالسعد ابشري بالسعد. لاني والله دخلت مع دحام الاسبوع اللي راح وخسر لي. ابشري بالسعد. لا 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 تبيني اروح اتله من اذنه؟ احسن الله عزاك يا فتوح. يلا يلا. لا لا ما عليك ما عليك. ابشري بالسعد. معليش. اول شيء تقطعون البصل. تمام نقطع البصل صغار. ايوه والثوم وتحمسونه. ايوه. وتضيفون معاه شو اسمها الدجاج بعد ما تقطعون الدجاج صغار. يعني ما نقطع الدجاج ولا نحطه في مويه؟ الا لا تقطعونه. يعني احنا فرح نقطع البصل والثوم ونحمسه مع الدجاج. ونقطع الدجاج صغار ونحطه معه صح؟ ايوه ايوه تحمسونه معه. تم بعدين؟ بس ينحمس. كيف؟ بس ينحمس الدجاج مع البصل تضيفون كوبين كريمة طبخ. الصوت مو واضح. حمس تقول. معليش نقطع البصل اول شيء والثوم. نقطع البصل والثوم بعدين نحمسها ونضيف الدجاج فوقها صح؟ ايوه بعدين نحمسونها مع بعض وتضيفون كريمة طبخ فوق الدجاج. ايوه فوق الدجاج تقلبونها طبعا. المكرونه تسلقونها قبل. تمام نسلق المكرونه بمويه حاره مع زيت زيتون. ايوه حلو تمام. اي يسلمي نسمعش. ايوه بعد ما تقلبون الكريمة في الطبخ مع الدجاج وذا وبعد ما تسلقون المكرونة تاخذون المكرونة وتحطونها على الدجاج وتقلبونها. حلو تم. وخلاص تقلبونها لين زين مدة اهم شيء ذوقوها. والملح اهم شيء الملح والبهارات تحطون لا الملح. ابشري بنوزن. ابشري بنوزن الملح والبهارات. الله يسعدكم. مالش الا اللي يرضيش. شكرا بالجنة يا رب اللي يسركم. ابشري بسعدش. ابشري بسعدش. اعتبري اعتبري يا الف يا حاتم. يرحم امك يا رب. اللهم اجعل يرحم امك. اللهم امين. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. طيب خلاص ترى باقي دقيقة. اخر شيء حطوا البقدونس. طيب باقي اي بنزين المكرونة بالبقدونس. باقي شوف باقي دقيقة بنعيد الكلام لك. نقطع البصل والثوم ونحمس مع بعض مع الدجاج. بعدين نحط أيوة. بعدين نحط كريمة الطبخ ونسلق المكرونة أيوة. حال بزيت زيتون. إذا خلصنا من سلق المكرونة أيوة. ناخذ كريمة الطبخ ودينا ذي نحطها كلها فوق بعض. لا تأخذون المكرونة ناخذ المكرونة ونحطها مع الدجاج وكريمة الطبخ. أيوة. بعدين نحط بقدونس ونحطه على الصحن ونضبط المكرونة بالبقدونس. الزبدة أيوة. تطلع جديدة الزبدة. طيب فرح الزبدة بديل صح بدال الزيت عادي. الزبدة هذه تشمسونها مع الدجاج بدل خلاص. الزيت طيب تمام يعطيش العافية. ابشري بس طيب يعطيك العافية يا فرح. ونبدأ يا كنترول. طيب 4 3